بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاقليم الثالث هنكمل بقى حدودتنا اللي احنا بداناها، الاقليم الثالث الرابع والخامس من اقاليم مصر العليا. يعني هنرتب مجموعه الاقاليم دي مع بعض على خط كده نمشي من خلاله. احنا كنا خدنا مع بعض الاقليم سبت او سبات ونموس في اليوناني والاقاليم وتقسيمتها واعدادها والصيد. طبعا انا ببدا بالصيد لان هو الاولى، يعني بس عشان ما حدش جماعه الفلاحين يقول لك هو بدا ليه من الناحيه الثانيه، يعني احنا في النهايه مصر، يعني في النهايه هي مصر، لكن مصر العليا وبعدين بننزل، يعني احنا جايين من فوق وبننزل الى اسفل. الاقليم الثالث نخن الحصن. الحصن هيراكليوس بوليس، مدينه هيراكل ارتبطت عندي بحورس. الاقليم اللي بيمثل عندي او موقع 12 كيلو الى الشمال من ادفو او 13 كيلو، وهو مكان من اهم الاماكن الموجوده عندي في الحضاره المصريه، لاني لما بقف اتكلم عليه بقف اتكلم على مصر عصر ما قبل الاسرات التوحيد، وهي المنطقه الشهيره اللي قامت فيها الصعيد عندي. المنطقه دي مهمه في المدينه بتاعتها المعروفه من خلال اسم المعبود هناك. عايز اقول لكم حاجه، وانت واقف فوق كده في المنطقه اللي احنا هنتكلم عليها بتشوف سور طوب لبن بيبقى على يمين الطريق اسوان الزراعي. كتير من الناس يقفوا يقول لك ده المخزن اللي سيدنا يوسف خزن فيه حاجه فرعون. بلاش والنبي الكلام الكبير ده، يعني احنا دايما نقول حكايه الاديان والكلام ده نحاول نخليها بعيد. طيب المعبوده في المكان ده ايه هي؟ المعبوده هي نخبه او نخبه اللي هي انثى العقاب كده، اللي هي بيسموها نخبه حجه نخبه البدر. نخبه والمدينه نخن، من نخبه بقت النون اتقلبت لام، ولغايه النهارده لازلت بحط اللام والنون. انا رايح اشتري كيلو برتقال، لا بعمري ما قلت كيلو برتقال، لازم اقول كيلو برتقال. فنخبه بقت لخبه او نخبه. استاذ الدكتور ايسا كان يقفل التاء الاخيره، فبدل ما تبقى نخبه بقت نخبه بقت لخبه، والخاء اتقلبت كاب بقت لكبه، ومنها جت كلمه الكاب. اذا المنطقه المهمه بالنسبه لي جدا هي المنطقه دي، واللي بتمتد معايا لغايه يمكن المعله، وهي منطقه كمان بتدخل لغايه كوم مره 11 كيلو جنوب اسدا، وبعدين بتدخل معاها مدينه تاست ان حولو اللي هي مدينه الحله. تاست مكان حولو، مكان مكان الاسد او مكان الاسود، اللي هي قريه الحله، اللي هي عارفين حضراتكم دايما كنا نضحك على مع اخواتنا من هنا يقول لك البلد اولها طشت اللي هو مركز ابو طشت واخرها مركز الحله، يعني كان من نوع من الدعابه اللي بنضحك بيها مع اهلنا. بنيجي بعد كده المنطقه اتعرفت عندي في العصر اليوناني الروماني، وكانت منطقه مهمه جدا، وكانت احد مستعمرات المهم اللي هي منطقه حسفنت اللي هي اصفون، اللي هي دلوقتي اصفون المطعن 10 كيلو شمال اسلم. الاقليم الثالث واحد من بين الاقاليم المتسعه جدا الممتده جدا عندي في الحضاره المصريه. وارتبط عندي الاقليم ده كمان بتوحيد مصر وبدايه الاسره. الاقليم الرابع، الاقليم الرابع بقى كل واحد يجيب شنطه هدوم ويقعد ونتكلم ونقول واسط. اقليم الصولجان. اقليم الصولجان. طيبه الاسم المعروف جاي من طائبه، طائبه المركز او المقر، شكرا مقر امون ايبت سوت وايبت رسيد مقر الجنوبي اللي هو يتقال ايبت سوت مقر الملك اللي بيتقال على الكرنك، وايبت رسيد المقر الجنوبي. وخلوا بالكم على النظريه او الفكره اللي بتتكلم ان خروج امون من التل الازلي امون وفقا بقى للعقيده اللي ظهرت في الاقليم، ولما اصبح امون الاله، لان هنتكلم دلوقتي ان المنطقه مهمه جدا من البدايه، من البداية المنطقة مش طيبة والأقصر والعظمة اللي سماها العرب والأقصر والكلام ده لا، لكن التسمية المهمة جدا، التسمية المهمة جدا عندي هي تسمية المنطقة عندي كمركز عبادة. مركز العبادة الموجود عندي في المنطقة الأساسية هو المعبود مونتو.
مامته كان رب طيبه، وعلشان كده يمكن في اكتر من موقع دايما كنت اقول لحضراتكم تخلي بالك منها، مامته الصقر اللي ياخد ريشتين امون، حتى كان رب الحرب ورب القوه. بعد كده كان سبك مصور هناك كمان، وكان له تواجد في المقاطعه الرابعه. ولكن مع الدوله الوسطى الاسره ال11 استمرت عباده مامته هي الاقوى، ثم رجعت عبادة مامته شوية لما جم ملوك الأسرة الـ12 ونقلوا العاصمة بالمناسبة من المقاطعة الرابعة اللي هي بيرمونت في الوقت ده، كانت اللي هي بعد كده امتدت شمالا شوية، بيرمونت اللي هي أرمنت اللي هي بيرمونتو اللي هي مركز عبادة مامته، امتدت شمالا إلى واسط اللي هي الأقصر أو طيبة أو طائبة اللي هي أصبحت في ديوس بوليس ماجنا مدينة زيوس الكبرى. لما اتنقلت المدينه شمال وبقى امون، حتى اول ملوك الاسره 12 سمى نفسه ايه؟ امون ام حاط امون في المقدمه. وابتدت الاساطير تحكي وقالوا ان الاله اللي خلق من اللي خرج من المايه الاثريه ده امون مش حد تاني، وان هو اللي خلق الكون لما خرج من المايه الاثريه، وانه استقر في ايبت سوت المقر الملك، وكان كل سنه بيعمل ينتقل من ايبت سوت الى ايبت ريسيت هو وموت وخنصر. أرجو نفهم المعلومة دي ونصلحها مع بعض كويس. آمون لا يزور موت في الأقصر. آمون بيجيب موت، ليه؟ لأن موت معروفة عندي وفقا للنصوص ووفقا للي شفناه ووفقا للي اتكلمنا عليه ووفقا اللي حضراتكم عارفينه أكتر مني. آمون موت نبت أشر، سيدة أشر، معبدها الذي يقع إلى شمال من الكرنك، بجوار الكرنك. المعبد بتاع موت معبد من معابد النوم، إذا موت ليها معبد بتاع أشر. اللي هحكي لكم حاجة لطيفة عليه، زمان في اظن التسعينات القرن الماضي اتسرق تمثال على هيئه انثى الاسد، وساعتها كل الجرايد كتبت والدنيا كتبت سرقه تمثال سخمت من الكرنك. طب ايه اللي جاب سخمت والكرنك؟ اه طبعا احنا عارفين ان في معبد بتاعه في تماثيل السخم، لكن ده كان تمثال موت. واحنا عايزين نتفق على جزئيه قلتها كذا مره قبل كده، كل سخمه انثى اسد، بس مش كل انثى اسد سخمت. الله يرحم زميلنا العزيز الاستاذ عماد لاشين في رسالته الرائعه عن انثى الاسد في الحضاره المصريه. المدينه امتدت واصبحت عاصمه، بل ان المدينه اصبحت هي تعرف باسم المدينه، نيوت الاقليم، نيوت. وعلشان كده لما نيجي في العهد القديم ونقرا في الاسفار بتاع السفر النبي نحوم وهو يقول ويلعن نينوى عاصمه الاشوريين، بيقول يا نينوى ستكوني مثل المرأة الزانية، ثم يكمل القصص اللي أنا آسف مش قادر أحفظه كويس، لكن الجملة اللي تهمني بقى، فأنت لست أعز عند الرب من نو أمون، نو اللي هي نيوت مدينة أمون التي يحميها البحر، وابتدى يعدد فيها. ليه؟ لأن الملك الأشوري أشور بني بال لما أراد أنه يذل المصريين ويدمه ويكسر زي بالبلد كده يكسر نفسه، راح دخل طيبة ودمر ال 550 تمثال اللي القصة كاملة بنحكي عليها. امتدت المقاطعة الرابعة وأصبحت إن صح التعبير هي أشهر إقليم وأشهر عاصمة في التاريخ. ليه؟ لأن هذه العاصمة أو هذا الإقليم هو الذي شهد إمبراطورية مصر العظيمة، هو الذي شهد الانقلاب الديني ضد آمون من قبل أخناتون، هو الذي شهد العديد من الأحداث والتصوير، هو الذي يحوي أضخم وفاتيكان مصر القديمة معابد الكرنك. هنقف عند الكليب الرابع النهاردة، بشكر حضراتكم جدا، هنكمل سلسلة الأقاليم المصرية في فيديو جاي تاني إن شاء الله تعالى. ربنا سبحانه وتعالى يدينا العمر ونكمل على خير. سلام عليكم.